ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ ازيك يا نتشا؟ خبي الفلوس دي مني، اخبيهم مني، بدل ما ياخدهم مني. اللعب راجل كوره دي. انت يا ولية حاجة يا ولية. ايه يا حاج؟ معكش 20 جنيه اجيب سجاير؟ ما معيش فلوس يا اخويا، هجيب لك منين؟ إيه؟ اتصرفي. احلف لك على ايه يا اخويا ان انا ما معيش فلوس؟ انت وليه كدابه معاكي فلوس؟ صدرك هيوجعك يا راجل، انا بنصحك صدرك. انت مالك بصدري؟ هو صدرك ولا صدري؟ خليك في صدرك يا اختي. انا خايفه عليك يا حاج، والله خايفه عليك قوي. يا بنت الكدابه انا بحبك. يا بنت الكلب يا ريتسا. يا شفتك ياما. يا ابني الجزمه، انت شفتي له وانا مخبي الفلوس يالا؟ شفتي ليه؟ ايوه شفتي، كنت بتخبي الفلوس. اوعى تقول له. انا اروح اقول له دلوقتي. يا ابني الجزمه، هديك 10 جنيه المحل. هتديني كام؟ لا يا اختي مش هتنفع. هديك 20. اروح اقول له. يا ابني الجزمه هشتري سجاير ونخلص الفلوس. انت مالك؟ انت معاك فلوس اديله، انا دلوقتي هروح اقول له. ماشي. انا رايح اقول له. يا ابني الكلب. يا بابا بابا. يلا فين فين؟ انت عارف يا بابا امي شايله فلوس جوه بتضحك عليك. انت بتتكلم جد يالا؟ اه والله. يا بنت الكدابه الواد فضل عليكي. يا